أهلا بكم في حلقة جديدة من Control Systems Engineering، هندسة نظم التحكم أو التحكم الآلي. إن شاء الله النهاردة هناخد الروتيشنال ميكانيكال سيستم ترانسفير فانكشنز، وهنتكلم على التو إيكويشنز أوف موشن، معادلتين للحركة أو إزاحتين للميكانيكال سيستم. وترانسفير فانكشن بمعنى هنا موديلنج للسيستم الميكانيكي، أو بعمله عملية نمذجة أو تحويل السيستم عندي لمعادلة رياضية أقدر أتعامل معاها. العناصر الأساسية في روتيشنال ميكانيكال سيستم، أول حاجة اللي هو سبرينج، وهنا عشان أجيب المعادلة بفرض الناحية الطرفين مثبت في حائل. خلي بالك أنا متكلم عن روتيشنال، يعني نظام ميكانيكي دوران، فعند نقطة التثبيت في الحائل هيبقى دايما زاوية الدوران عندي بتبقى زيرو، يطلق عليها أنجولر ديسبليسمنت، الإزاحة الزاوية أو الإزاحة الدورانية. أحد طرفيه بأثر عليه بتورك، فعندي تأثير تورك على أحد طرفيه بيتولد عندي هنا زاوية دوران اسمها سيتا أو إزاحة دورانية سيتا. التورك اللي بطبقه ده يتناسب طرديا مع فرق الزاويتين، فرق الإزاحتين الزاويتين بين النقطتين، فبالتالي ممكن أكتب التورك بيساوي ثابت اللي هو ثابت التناسب مضروب في سيتا. لو عايز أحول سيتا دي وأحولها لعلاقة أنجولار فولوستي، معروف إن الأنجولار فولوستي عندي اللي هي السرعة الزاوية بتساوي تفاضل الإزاحة الزاوية، وبالتالي الإزاحة الزاوية بتساوي تكامل السرعة. خلي بالك أوميجا هنا Angular Velocity، السرعة الزاوية أو السرعة الدورانية. لو أنا مسكت العلاقة دي حولتها لابلاس، يبقى هتبقى T capital of S الثابت ينزل زي ما هو، C of T سيتا of T هتبقى C capital of S. لو احنا بصينا هنلقى هنا في ايه؟ في ثابت زي ما اتكلمنا قبل كده في فيديوهات اللينير ميكانيكال سيستم، ده يعتبر الامبيدنس عندي، يبقى الامبيدنس هي الكي. وما تنساش وخلي بالك من الوحدات، التي هي تورك العزم وحدتها نيوتن في متر، السيتا عندي اللي هي زاوية الدوران او الازاحة الزاوية وحدتها راد، الاوميجا السرعة الزاوية وحدتها راد بير سكند، وبالتالي من هنا تقدر تحصل على الكي او وحدة الكي بالظبط، ان انت تقسم وحدة تورك على وحدة سيتا اللي هي نيوتن متر على راد. لو رحنا للعنصر التاني الاساسي اللي هو الدمبر، عشان اجيب علاقاته برضو هثبت احد طرفيه في حائل، هيبقى وقتها عندي السرعة هنا زيرو او الدوران زيرو، هطبق تورك على احد طرفيه على الطرف الحر التاني، فوقتها هيبقى التورك يتناسب طرديا مع السرعة الزاوية، يتناسب طرديا مع السرعة الزاوية. فأنا لو جبت العلاقة بين التورك والسرعة الزاوية هنلقى التورك يتناسب مع الفرق بين السرعتين، يعني السرعة عند نقطة تبقى أوميجا، النقطة التانية هتبقى زيرو، يبقى التورك يتناسب مع أوميجا ناقص زيرو. طب لو هنا ما كانش متثبت في حائل، كان متثبت في كومبوننت تانية وليها سرعة معينة، تبقى دي أوميجا واحد وأوميجا اتنين، يبقى التورك يتناسب مع أوميجا واحد ناقص أوميجا اتنين. فأنا هشيل العلامة بتاعت العلاقة وحط مكانها ثابت، الثابت ده هيبقى هو الثابت خاص بالدامبر او اسمه دامبر كونستانت، يبقى التورك عندي هيبقى دي في اوميجا. خلي بالك بتكلم على سرعة زاوية، العلاقة دي اسمها تورك انجولار فولوستي، لان هي تورك وانجولار فولوستي. لو انا شلت الانجولار فولوستي عندي وحولتها لانجولار ديسبليسمنت ازاحة زاوية، معروف ان السرعة بتساوي تفاضل ازاحة، والثابت زي ما هو. لو مسكت العلاقة دي حولتها للابلاس، لان دايما انا هشتغل على التورك والازاحة في كل علاقاتي، هشيل دي واحولها للابلاس، فهتبقى T of S بتساوي الدي نزلت زي ما هي التفاضل، يبقى S سيتا كابيتال اوف اس، هيبقى عندي ادي سيتا وعندي التورك، يبقى ده الامبيدنس عندي، يبقى الامبيدنس عندي هي دي اس. وطبعا زي ما قلنا خلي بالك من الوحدات، دي وحدتها تورك، السيتا على تي وحدتها راد بير سكند، هتقدر تجيب وحده الدي بسهوله. خلي بالك دايما هنا سيتا بضربها في الامبيدنس بتطلع التورك، يبقى سيتا بتضرب في الامبيدنس يديني التورك. هروح للكتله، الكتله هنا في الحقيقه ما مش كتله، هي اسمها انرشيا، يطلق عليها بالعربي اللي هي المبينه، اللي بتبقى متوصله احيانا على موتور او اي حاجه مبينه بتتحرك بتلف، ليها رمز او ثابت اسمه جي. هنا هاثر على احد طرفيها بتورك اسمه تي. الانرشيا هنا احد طرفيها ما ينفعش يتثبت في حائل، لان معروف تورك يتناسب طرديا مع العجله الزاويه اللي بتتحرك بها الانرشيا، وبالتالي التورك يتناسب طرديا مع تفاضل السرعه الزاويه، لان العجله هي تفاضل سرعه، يبقى التي تتناسب طرديا مع تفاضل الاوميجا بالنسبه لتي. ثابت العلام ثابت العلاقه هنا هفرضه بجي اسمه جي، رمزه جي، ده هنشوف وحدته بعد شويه. فاحنا قلنا ان التورك يتناسب طرديا مع العجل، ومعروف ان الانرشيا عندي غير قابله للانضغاط، بمعنى ان السرعه قبل الانرشيا بتساوي السرعه بعد الانرشيا، يعني ما ينفعش يبقى هنا سرعه وتبقى هنا سرعه مختلفه، غلط، لا السرعه قبل بتساوي السرعه بعد، يبقى طبيعي ان الزاويه قبل بتساوي الزاويه بعد. فانا لو عايز احول العلاقه دي
لسيتا اللي هي انجولار ديسبلسمنت، معروف ان السرعه بتسوي تفاضل الازاحه، وعندي تفاضل من قبل كده يبقى فاضل الازاحه مرتين، او التورك بيساوي جي في العجله والعجله بتساوي تفاضل الازاحه مرتين. هاخد العلاقه دي احولها للابلاس ترانسفورم، او هجيب لها لابلاس ترانسفورم تطلع بالشكل ده، تي كابيتال اوف اس بتساوي الجي زي ما هي، التفاضل الثاني هتبقى اس تربيع في سيتا كابيتال اوف اس، وبالتالي عندي سيتا هتبقى دي الامبيدنس وده التورك، يبقى الامبيدنس عندي هتبقى جي اس تربيع. وطبعا زي ما انت عارف قبل كده التورك نيوتن في متر، وعندنا السيتا راد ودي سكند تربيع، اسم نيوتن متر على شرطة كاس كبيرة، راد على سكند تربيع يطلع لك وحدة الجي. وممكن انت السكند تربيع تطلعها بسط تطلع سكند تربيع في البسط، او احيانا الجي تبقى وحدتها كيلو جرام متر تربيع، كيلو جرام متر تربيع. هنروح لقواعد حل اي نظام ميكانيكي دوراني. اول قاعده، عدد الانرشيا اللي موجوده في النظام تحدد اقل عدد من الازاحات الدورانيه. لو عندي انرشيا واحده في النظام يبقى اقل عدد من الازاحات عندي ازاحه واحده، يعني ممكن يبقوا ازاحه 2 3 بناء على النظام. ناخد مثال تاني، لو عندي سيستم فيه 3 انرشيا، 3 انرشيا يبقى عندي اقل عدد من الازاحات يبقوا 3، يبقى ممكن يبقوا 3 4 5 بناء على النظام، لكن مستحيل يبقوا 2 ازاحتين، ومستحيل يبقوا ازاحه واحده، والا كده انا شغال غلط. القاعده الثانيه، نقطه تاثير العزم التورك دائما يوجد عندها دوران. النقطه الثالثه، زاويه الدوران قبل الانرشيا بتساوي زاويه الدوران بعد الانرشيا بتساوي زاويه دوران الانرشيا نفسها. 4، زاويه الدوران قبل السبرينج لا تساوي زاويه الدوران بعد السبرينج، ليه؟ لان السبرينج قابل للانضغاط. عندي 5، زاوية الدوران قبل الدمبر لا تساوي زاوية الدوران بعده، لأن الدمبر قابل للانضغاط. يبقى الكتلة أو الانرشيا عندي غير قابلة للانضغاط، فالزاوية الدوران قبل تساوي بعد تساوي زاوية الدوران اللي هتتحرك بها نفسها. أما السبرينج والدمبر قابلين للانضغاط، فزاوية الدوران قبلهم لا تساوي بعده. لو لاحظنا في تشابه كبير بين القواعد دي خاصة بالنظام الميكانيكي الدوراني للنظام الميكانيكي الخطي. هنروح دلوقتي ازاي احل المسائل اللي فيها ازاحتين، التو ايكويشنز. بعمل ايه؟ بفرض سهم كده اقول له سيتا 1 وسهم تاني سيتا 2. هنبدا، انا عندي ازاحتين يبقى عندي معادلتين، هحط سيتا 1 كابيتال اوف اس وسيتا 2 كابيتال اوف اس، وهكررهم تاني لان عندي معادلتين في ازاحتين. هاجي هنا هقول سيتا 1 في معادله سيتا 1 يبقى احط قوس موجب، هاجي هنا اقول سيتا 2 في معادله سيتا 2 يبقى احط قوس موجب، اجي فوق سيتا 2 في معادله سيتا 1 يبقى دي مش معادلتها يبقى احط قوس سالب. نفس النظام هنا، سيتا 1 معادله سيتا 2 يبقى احط قوس سالب. نرجع تاني اقول سيتا 1 في معادله سيتا 1 يبقى اللي هكتبه جوه القوس هو مجموع الامبيدنس اللي بتتاثر بسيتا 1. اجي ناحيه اليمين اقول مجموع التورك اللي بيأثر عند سيتا 1 يبقى مجموع العزوم اللي بتأثر عند سيتا 1. اروح لسيتا 2 هيبقى هنا مجموع الامبيدنس اللي بتتأثر بسيتا 2 فقط، هنا هقول مجموع العزوم اللي بتأثر عند سيتا 2. اما سيتا 2 في معادلة سيتا 1 يبقى انا هاخد الامبيدنس المشتركة بين سيتا 1 وسيتا 2. سيتا 1 في معادلة سيتا 2 يبقى هاخد المشترك بين سيتا 1 وسيتا 2. ليه انا سيتا دايما بضربها في قوس؟ لان لو لاحظت في العلاقات اللي فاتت كنت بقول دايما سيتا بضربها في الامبيدنس يطلع التورك، يبقى سيتا اضربها في الامبيدنس يطلع التورك، عشان كده العلاقات اتحطت بالشكل ده. وطبعا هي جاية من فري بودي دايجرام، وعشان ما يبقاش الموضوع صعب فاحنا حولناها لمعادلات. وزي ما قلنا لازم اللي هنا يبقى هنا، لازم في تماثل على القطر، بتشد كده خط تعرف ان ده القطر يبقى لازم في تماثل، اللي هنا هو هنا. هروح لمثال، عندنا مثال زي ما انت شايف كده، هو عايز سيتا 1 على التي ترانسفير فانكشن دي هو محتاج. تعال نبص للسيستم اللي قدامنا، هنلاحظ ان هو سيستم ميكانيكي دوراني. اول حاجه هنلقى هنا في حائل، هنا في دمبر، بعد كده انرشيا، بعد كده في دمبر وسبرينج توازي متوصلين بالانرشيا دي والانرشيا اللي هنا، بعد كده سبرينج معايا، وبعد كده حائل. لو بصينا في النظام اللي قدامنا عندي 2 انرشيا، يبقى اقل عدد من الدورانات اللي عندي 2، ممكن يبقوا 2 3 4 لكن مستحيل يبقوا 1. هنبدا مع بعض، هنفرض زي ما احنا اتعلمنا، هنفرض الدوران بتاعنا على الرسم، هعتبر ان سيتا 1 وسيتا 2 مش مدهان، وهبتدي انا اشتغل. هنبدا هنا، هنا حائل يبقى زاويه الدوران 0، هعد دمبر يبقى الزاويه قبله غير بعده، يبقى هنا هفرضها بسيتا 1. الانرشيا زاوية الدوران قبلها بتساوي بعدها، يبقى مباشرة هنا هتبقى سيتا 1، هي نفسها زاوية دوران الانرشيا سيتا 1 في المنتصف. لو احنا عدينا الدمبر كده، خلي بالك النقطتين هنا وهنا، هنا وهنا هيمروا او هيدوروا بزاوية سيتا 1، لان النقطة دي والنقطة دي متوصلين بالانرشيا، فالاتنين هيدوروا بسيتا 1. لو عدينا الدمبر هنلقى نقطة مختلفة، يبقى عندي زاوية دوران مختلفة، يبقى هتبقى سيتا 2، ووقتها برضو الانرشيا هتدور بسيتا 2
وبرضه بعد الانرشيا هتبقى سيتا 2. لو رحنا للسبرينج تحت هتبقى دي سيتا 1، هعدي السبرينج تبقى سيتا مختلف الثلاثة. لا غلط، ليه؟ لازم تسأل نفسك هل في انرشيا بعدها؟ يبقى في انرشيا، يبقى مباشرة دي كلها على بعضها سيتا 2، يبقى النقطة دي ودي سيتا 2، لأن الانرشيا عندي النقطة دي هي النقطة دي، فبالتالي لازم يبقوا نفس زاوية الدوران سيتا 2. ومعروف الانرشيا ان زاوية الدوران قبلها بتساوي بعدها. وهعدي السبرينج يبقى زاوية دوران جديدة، هقول لك لا استنى ده في حائل، يبقى زاوية الدوران هنا زي. ممكن ابص للمسألة بطريقة تانية، هنا عندي انرشيا يبقى زاوية الدوران قبل سيتا 1 وبعد تبقى سيتا 1 مهما كان عدد البرانشات التوازي. لو رحنا للانرشيا التانية زاوية الدوران قبل تبقى سيتا 2 مهما كان عدد البرانشات التوازي، هي نفسها بعد اللي هي سيتا 2. نبتدي نحل، يبقى انا خدت نسخة فوق كده، نبتدي نقول زي ما احنا قلنا في السلايدات اللي فاتت سيتا 1 وسيتا 2، هحط معادلتين في متغيرين زي ما قلنا، يبقى سيتا 1 معادلة سيتا 1 هيبقى القوس موجب، سيتا 2 في معادلة سيتا 2 هيبقى القوس موجب. دايما القطر الاقواس بتاعته موجب، اي حاجه فاضله تاني بحط الاقواس سالب. هنبتدي عندنا سيتا 1 في معادلة سيتا 1 يبقى الامبيدنس اللي بتتاثر بسيتا 1. مين اللي بيتاثر بسيتا 1 عندي؟ هنا هتلقى الانرشيا، الانرشيا عندي 5، 5 بتضرب في ايه؟ خلي بالك جي اس تربيع، يبقى 5 في اس تربيع. يبقى اجي هنا احط الامبيدنس تبقى 5 اس تربيع واكتب 1 في ده. نيجي ايه تاني اللي بيتاثر على الرسم؟ هنا اللي معايا الدمبر ده صح والدمبر ده، يبقى هكتب كده 8 اس، لان الدمبر 8 الرقم بيتضرب في اس، واحط 8 اس واحط 1 في ده. معايا الدمبر ده كمان قيمته 1، هقول يبقى 1 اس واحط 1 في ده. في حاجه تانية بتتاثر بسيتا 1؟ اه السبرنج اللي تحت ده، لان النقطه دي سيتا 1 برضه، فهتبقى 9 مباشره لان السبرنج مش بيتضرب في حاجه. مباشره في نفس الخطوه في نفس المعادله اروح اسال في اليمين ايه التورك اللي بيأثر عند سيتا 1؟ هل في تورك؟ اه ولا لا؟ لا مفيش تورك. بص كده مفيش اي تورك بيأثر عند سيتا 1، يبقى انا هحطه مباشره 0. نروح لسيتا 2 في معادله سيتا 2، هنا احط الامبيدنس اللي بتتاثر بسيتا 2 فقط. مين اللي بيتاثر بسيتا 2 على الرسم؟ هتلقى عندك الانرشيا، يبقى 3 اس تربيع تتحط هنا واحط 2 في دايره عليه. مين تاني؟ الدمبر ده، لان النقطه دي ودي بتتاثر بسيتا 2، يبقى الدمبر ده بيتاثر بسيتا 2، يبقى هقول 1 اس، لان 1 بيتضرب في اس، هحط 2 في دايره. وكمان معايا السبرنج اللي هنا وهنا، يبقى اقول 9 و3، يبقى عندي 9 و3، وما انساش احط 2 في دايره 2 في دايره عليه. هروح هنا التورك اللي بيأثر عند سيتا 2، هل في تورك عند سيتا 2؟ اه في تورك زي ما انتم شايفين اهو، هيبقى تي كابيتال اوف اس. قبل اكمل المساله عندي، خلي بالك دايما ناحيه اليمين التورك بيبقى موجود في معادله واحده من المعادلات اللي عندك، يعني لو هتحط في المعادله دي باقي المعادلات دايما يبقى زيرو. نكمل، هنسال على سيتا 2 في معادله سيتا 1، يبقى انا عايز المشترك بين سيتا 1 وسيتا 2. بص على الرسم، مين الكومبوننت اللي مرسوم عليها دايرتين 1 و2؟ انا هنا الرسمه متغطيه شويه بالدوائر، هنبص هنا هنلاقى اللي هنا وهنا هو عباره عن الدمبر والسبرينج، هنلقى عليهم 1 و2 زي ما انتم شايفين كده، 1 و2 1 و2، يبقى السبرينج والدمبر، هيبقى الدمبر عندي 1 اس والسبرينج 9، يبقى هنا 1 اس زائد 9، ونفس الكلام قلنا القوس ده بيتكرر تحت، تمام؟ نفس المثال هنكمل فيه، هو عايز ترانسفير فانكشن سيتا 1 على اف، سيتا 1 على التورك سوري تي، فانا اعمل ايه؟ المحددة أو العناصر الناحية الشمال دول كلهم لازم تخلي بالك المعادلات تبقى مترتبة، باخد العناصر دي أحطها في المحددة دي اسمها الدلتا في المقام، بعمل منها نسخة في البسط. أنا هتكلم على سيتا 1، يبقى آخد العمود الأول ده أمسحه وأحط مكانه العناصر اللي ناحية اليمين اللي هي 0 تي زي ما أنتم شايفين كده. يبقى أنا أعمل إيه دلوقتي؟ هفك المحددات عادي، وبعد ما أفكها بحصل على الناتج ده. خلي بالك دايما التورك بيبقى مضروب في قوس أو مضروب في كونستنت، لكن ما ينفعش يبقى مجموع، دايما ترانسفير فانكشن اللي طالع هنا تبقى بالموجب، ما ينفعش تطلع سلب. هسحب التي في المقام تبقى إيه الترانسفير فانكشن اللي طالبها سيتا 1 على تي، تطلع بالشكل اللي أنت شايفه. نفس الرسمه تعال نحلها بالطريقه الثانيه، الطريقه الثانيه بسيطه وسهله، ان انا بتجاهل القيم اللي على الرسم، كني مش شايف القيم، بحط مكانها رموز. عندي كام انرشيا؟ يبقى دي انرشيا هسميها جي 1 ودي انرشيا جي 2، هبدا من على الشمال، ده دمبر يبقى دي 1، هل في دمبرز ثاني؟ اه في دي 2، طب في حاجه ثانيه؟ لا، نروح للسبرنج، نبدا من على الشمال، هيقابلنا اول سبرنج ده يبقى هسميه كي 1، اللي بعده كي 2، وطبعا الرموز اللي انا حطيتها دي هروح اكتبها ناحيه الشمال واحط ليها القيم من على الرسم، عشان اخليها كهنت كده او اجنده كده في بدايه السؤال عندي، عشان هعوض بيها في النهايه. نبدا، يبقى عندي معادلتين في متغيرين سيتا 1 وسيتا 2، يبقى هبدا، يبقى هنا دايما هحط القطر دايما بالموجب والباقي دايما بالسالب. هنبدا سيتا 1، مين اللي بيتاثر بسيتا 1؟ يلا مع بعض هنا
هتلقى الانرشي عندك بسيتا واحد، يبقى جي واحد سيتا، جي واحد بتتأثر بسيتا واحد، يبقى جي واحد اضربها في اس تربيع تبقى جي واحد اس تربيع. مين تاني بيتأثر عندي بسيتا واحد؟ ركز كده، الدمبر ده يبقى دي واحد اس، والدمبر ده يبقى دي اتنين اس، والسبرينج يبقى كي واحد. كل ده احطه في القوس اللي هنا. هل في تورك عندي هنا بيأثر عند سيتا واحد؟ لا، يبقى زيرو. نروح سيتا اتنين، في معادلة سيتا اتنين نبص على الرسم كده، مين اللي بيتأثر بسيتا اتنين؟ يبقى جي اتنين هتتأثر بسيتا اتنين، يبقى جي اتنين هضربها في اس تربيع، ومعايا كمان الدمبر اللي هنا ده لان النقطه دي بتتاثر بسيتا 2، يبقى الدمبر ده يبقى دي 2 اس، والسبرينج ده يبقى كي 1 وكي 2. هروح حاطط كل اللي انا قلته جوه القوس هنا. هل في تورك بيأثر عند سيتا 2؟ بص كده، اه في تورك اهو، تي يبقى دي كابيتال اوف اس. مهمه الرسم كده انتهت. نبص هنا، انا عايز المشترك بين سيتا 2 وسيتا 1، القوس اللي هنا هو هنا. ابص هنا على القطر، مين المشترك بين سيتا 1 وسيتا 2؟ نركز كده، هنلقى دي 2 اس وكي 1، دي 2 اس وكي 1، دول المشتركين. هنلقى الباقيين مش مقررين، هاخد دايما المقرر واحطه هنا، ده اسمه المشترك بين سيتا 1 وسيتا 2. اعوض بالحاجات دي من الاجنده اللي انا عملتها فوق اللي هو الرموز بالقيم بتاعتها، وابتدي احل بطريقه كرامر زي ما شرحنا في السلايد اللي فات. نروح لمثال تاني زي ما انت شايف كده، هو فارض لك هنا تورك ناحيه شمال، ومعايا سيتا 2 قبل الدمبر ده مباشرة، وعايز سيتا 2 على تي ترانسفير فانكشن سماها جي. هو عايز جي عنده زي ما هو حاطط على الرسم، سيتا 2 وتي. طيب هل في سيتا 2 بس على الرسم؟ يعني هل السيستم اللي قدامي موجود عليه سيتا 2 بس، ولا في سيتا تانية؟ تعال نبص كده، هنلقى عندي انرشيا واحدة، في أي انرشيا تانية؟ لا، انرشيا واحدة، يبقى أقل عدد من الدورانات دوران واحد، ممكن يبقوا واحد اتنين تلاتة وهكذا. نبتدي نحل زي ما احنا اتعودنا، دي نقطة تأثير التورك ناحية الشمال، يبقى مباشرة عندها دوران اسمه سيتا واحد، ودي انرشيا، يبقى زاوية الدوران قبلها بتساوي بعدها، يبقى مباشرة زاوية الدوران هنا هتبقى سيتا واحد، هي نفس زاوية دوران الانرشيا يبقى تبقى هنا سيتا واحد. خلي بالك النقطة دي هي نفس النقطة دي، هي نفس النقطة دي، هي نفس النقطة دي، هي نفس النقطة دي، يبقى النقطة دي ودي 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 كلهم بيدوروا بسيتا واحد، كل ده بيدور بسيتا واحد، يبقى السبرينج طرفه هنا هيدور بسيتا واحد، الدمبر هنا سيتا واحد، الدمبر من فوق سيتا واحد. نعدي ناحيه اليمين، هنفرض هنا بقيت سيتا واحد، يبقى السبرينج ليه سيتا مختلفه، هنقول سيتا 2، تمام، يبقى النقطه دي هتبقى نفس النقطه دي، يبقى سيتا 2. هروح للدمبر، عندي سيتا واحد من هنا، هنعدي الدمبر، هتروح تفرض سيتا 3، هقول لك لا، النقطة دي هي نفس النقطة اللي فوق، يبقى النقطة دي كام؟ عندي هتبقى سيتا 2 برضه، يبقى طول ما عندي أكتر من كومبوننت توازي هيشتركوا في نقطة واحدة، يبقى النقطة دي كلها على بعضها بتتحرك بنفس الزاوية، يبقى هنا مباشرة دي كلها على بعضها سيتا 2، يبقى سيتا 2 عند النقطة دي والنقطة دي، مش شرط يبقى وراها كتلة عشان تبقى النقطة دي ودي بيدوروا بنفس الزاوية، مش شرط. ان الاثنين توازي ده كفيل ان يخلي النقطتين اللي هنا بيدوروا بسيتا 2 والنقطتين اللي هنا بيدوروا بسيتا 1. هنعدي الدمبر هنا، طبعا ده حائل، هتبقى زاويه الدوران هنا زيرو، وزي ما قلنا كده خلصنا البرانش ده. نروح للبرانش ده، هيبقى عندي هنا ايه؟ النقطه دي قلنا سيتا 1 من قبل كده اهي، هنعديها، يبقى زاويه الدوران بعد الدمبر لا تساوي قبله، يبقى هنبص هنا نلاقي حائل، يبقى زاويه الدوران هنا هتبقى زيرو. كده انا خلصت الرسم، لو بصيت هتلقى ده حائل وده حائل، انا ممكن اسحب الحائل ده ناحيه اليمين، هتلقى ده البرانش، ده برانش اهو، وهتلقى الدمبر تحت توازي معاه، يعني البرانش ده كله هيبقى الدمبر توازي معاه، لان الحائل هيبقى نفس الحائل، حط كده الحائل هنا واسحب الدمبر كده افقي، هتلقى البرانش ده كله توازي مع ده، هتلقى النقطه دي فعلا مشترك البرانش ده مع البرانش ده، يبقى النقطه دي واحده سيتا واحد، وهتلقى هنا الحائل زيرو والحائل هنا زيرو. نكمل مع بعض، هروح نعمل المعادلات بتاعتي سيتا 1 سيتا 2، احط المتغيرات، بعد كده احط الاقواس، القطر دايما الاقواس بتاعته بتبقى موجب، احط الاقواس الباقيه سالب، هروح اسال على سيتا 1 معادله سيتا 1، يبقى الامبيدنس الخاص بسيتا 1، مين اللي بيتاثر بسيتا 1 هنا؟ الانرشيا دي تبقى 1 اس تربيع، واحط 1 في دايره، ايه كمان؟ معايا الدمبر اللي هنا والدمبر اللي هنا والسبرينج كله ده بسيتا 1، يبقى بعد كده هقول ايه؟ 1 اس، لان الدمبر ده قيمته 1، يبقى 1 اس، ومعايا الدمبر ده كمان قيمته 1، يبقى 1 اس، الدمبر ده واحط عليه 1 في دايره، ومعايا كمان السبرينج، السبرينج هنا 1، يتحط 1 مباشره. هل في تورك عند سيتا 1 هنا في المنطقه دي؟ اه في تورك، شايفينه اهو، يبقى اجي ناحيه اليمين احط تي كابيتال اوف اس. هنروح لسيتا 2، في معادله سيتا 2 هنلقى ايه؟ هنلقى عندنا هنا الدمبر ده
يبقى الدمبر ده قيمته 1 اس، اهي القيمه هنا يبقى 1 اس، معايا كمان الدمبر ده والسبرينج ده كله بيتاثر بسيتا 2، يبقى الدمبر ده قيمته 1 هتبقى 1 اس كمان، يبقى 1 اس وحطيت 2 في ضيق، معايا السبرينج ده قيمته 1 يبقى اقول زائد 1 واحط 2 في ضيق. ابص كده، هل في تورك بيأثر عن سيتا 2؟ لا، بزيرو. بعد ما خلصنا هروح اشوف المشترك بين سيتا 1 وسيتا 2. بص على رسمين المشترك، من اللي عليه دايرتين هتلقى السبرينج والدمبر، يبقى ده قيمته 1 في اس زائد 1 زي ما انتم شايفين كده، تبقى 1 اس زائد 1 وبكررها هنا زي ما قلنا. حصلنا على المعادلات، تقدر تحصل على اي ترانسفير فانكشن؟ هو على سيتا 2 على تي، يبقى اروح اعمل المحدده دي ثابته، باخد المعاملات اللي في المعادلات ناحيه الشمال اهو واحطها، اجي البسط اعمل نسخه للمحدده في البسط، امسك المحدده دي احطها في البسط تاني. انا بتكلم على سيتا 2، يبقى العمود التاني امسحه واحط العناصر دي اللي هي تي وزيرو، يبقى تي وزيرو افكها بطريقه عاديه خالص واجيب ترانسفير فانكشن زي ما انت شايف، يبقى سيتا 2 على تي اسحب التي في المقام هنا تطلع بالشكل ده. لو انا حبيت احلها بالطريقه الثانيه، انا شلت القيم وحطيت مكانها الرموز، عندي انرشيا واحده يبقى جي، عندي كمان سبرينج اهو يبقى كي 1 او كي ايا كان الرمز، لان هو سبرينج واحد عندك ممكن تحطه كي مفيش مشكله، انا حطيته كي 1. عندك كام دمبر؟ عندي دمبر 2 3، يبقى انا هفرض ده مثلا دي 1 وده دي 2 وده دي 3، واعمل اجنده كده واكتب الرموز بالقيم بتاعتها من على الرسم وابتدي احل المعادلات بتاعتي. هنطبق المعادلات زي ما قلنا، دايما القطر بيبقى اقواسه موجبه والباقي الاقواس سالبه. ابتدي اسال سيتا 1 في معادله سيتا 1 مين بيتاثر بسيتا 1؟ يبقى هنقول لهم مره واحده، جي هتبقى جي اس تربيع، ومعايا هنا الدمبر ده يبقى دي 1 اس، والدمبر ده كمان يبقى دي 3 اس، ومعايا كمان ايه؟ كي 1. يبقى زي ما انتم شايفين انا حطيت المعادله مره واحده. نروح بعد كده لمين؟ هل في تورك بيأثر عن سيتا 1؟ في تورك، قيمته كام؟ اسمها تي كابيتال اوف اس، تمام؟ بعد كده هنروح لمين؟ لسيتا 2، سيتا 2 في معادله سيتا 2، هنبص على الرسم، مين بيتأثر بسيتا 2؟ سيتا 2 النقطه دي بتأثر في الدمبر ده، يبقى عندي دي 2 اس، الدمبر ده يبقى دي 1 اس، معايا كمان السبرنج يبقى كي 1، يبقى كتبت كده دي 1 اس دي 2 اس كي 1. هل في تورك عند سيتا 2؟ لا مفيش تورك، يبقى القيمه هنا على اليمين بزيرو. نكمل بعد كده، هروح مهمه الرسم انتهت، لما اكمل ابص على القطر بين المشترك بين سيتا 1 وسيتا 2، يبقى ابص كده، بص كده معايا هنا، يبقى دي 1 اس موجوده هنا، طب دي 3 اس؟ لا مش موجوده، طب كي 1 موجوده. هتلقى المشتركين اصلا دي 1 اس وكي 1 زي ما انت شايف، اخد الاثنين واحطهم جوه القوس هنا وهنا كده، انا خلصت المعادلات. ابتدي ارجع تاني اعوض بالرموز اللي انا حطيتها، انت فرضت رموز يبقى ارجع اعوض بالقيم بتاعتها، يعني جي هنا قيمتها بواحد، كي واحد بواحد، دي واحد قيمتها بواحد، دي تلاته اللي هي تحت قيمتها بواحد، دي اتنين قيمتها بواحد، وهكذا. وكده احنا شرحنا افكار خاصه بالروتيشنال، واتمنى حلقه النهارده تكونوا استفدتوا منها حتى لو بحاجه قليله، وشكرا جزيلا. Thank you.